أمامك أجسو خاشع القلب باكيا وألثم قبرا خالد الذكر باقيا وأنشق كي أشفى ترابك واثقا بأن ترابا أنت فيه دوائيا وأسقيك من عيني عبيطا وليتني كنت بشط فرات سيفا وساقيا فما شاقني لهو ولا كنت لاهيا وأمشي حسيرا في رحابك حافيا ما هوين هو الجبال وإحنا ما هوين على النهو وغيره ما هوين مثلك وين نلقى سيد مولاي يا ابا عبد الله مثلك وين نلقى ما هوين شمس جبتك تضوّن غاضري والاعتناء بجوانب التربية الدينية والأخلاقية للمجتمع أصبحت من أهم الأمور التي ينبغي أن نوليها الاهتمام المناسب لها وبالذات في مجتمعنا. ولا شك أن المرأة لها دور كبير في صلاح المجتمع إن صلحت، وصلاح المرأة يتوقف على الاعتناء بالجوانب التربوية، الجوانب التربوية الشاملة التي تعني التربية الدينية والعبادية والروحية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية. ومن جملة الأمور التي تهيئ لهذه التربية وللفت نظر المجتمع النسائي إلى ذلك ومسألة الاحتفال بيوم البلوغ وهو بدء سن التكليف الشرعي، لأنه نشاهد أن هناك حالة من عدم الوعي بهذه القضية، وحيث أن المرأة الصالحة التي يتوقع منها أن تكون الأم الصالحة والزوجة الصالحة والتي من خلالها تتشكل الأسرة الصالحة إنما يبتدئ من لحظة البلوغ. ومن أجل أن نعطي وعيا للمجتمع بأهمية هذه القضية وهي إيلاء المرأة الجوانب التربوية الشاملة لها وأهمية ذلك في المجتمع، جرى هذا الاحتفال باحتفال بلوغ الفتيات سن التكليف الشرعي وتقديم التوجيهات اللازمة وتوعية المرأة بالذات الأم إلى أهمية هذا الجانب في حياة المجتمع. عفوا سمحت الشيخ، كلمة مختصرة، كيف نوجه الطفل إلى سن التكليف؟ في الواقع نحتاج أولا إلى التوعية، لأنه النظرة الموجودة في المجتمع أن البنت حتى في سن 9 أو 10 أو 11 طالما أنها بهذا الحجم في جسمها وفي وضعيتها الاجتماعية هي ليست مسؤولة وليست مكلفة، وهذا خطأ كبير. نحن نحتاج أولا من جهة براءة الذمة أمام الله تعالى ومن جهة التكليف الشرعي المبرئ للذمة نحتاج إلى أن تكون هناك توعية وإلفات نظر للمرأة في المجتمع، أن البنت حينما تبلغ سن 9 سنوات هلالية تكون مكلفة، معنى ذلك أنها مسؤولة أمام الله تعالى وأمام المجتمع،
وهذا جزء حقيقة من مهام التربية الصالحة للمرأة. الآن تعلمون أن صلاح المرأة يعني صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة يعني صلاح المجتمع، وبالتالي نحتاج إلى أن نعطي لهذا الجانب أهميته من خلال لفت النظر وتوعية الأم وتوعية العائلة بأهمية هذا اليوم في حياة البنت. وهذا جزء من المهام التربوية التي هي ليست خاصة بالأم في العائلة، وإنما هي أيضا مهمة المدرسة ومهمة البيئة ومهمة المجتمع بصورة عامة. عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات، من كانت عنده واحدة كانت له سترا من نار، ومن كانت عنده اثنتان كانت له الجنة إن شاء الله. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: البنات حسنات، الأرض تقلها والسماء تظلها. بهذه الروايات المباركة تقيم شعبة التبليغ الديني النسوي للعتبة الحسينية المقدسة حفلا بهيجا لتكريم. السلام عليكم. عم عليكم السلام. شنو اسمك؟ كوثر. كوثر، شنو شعورك انت اليوم صرت بسن التكليف؟ فرحانة اليوم انت؟ نعم. حافظة فد آية قرآنية؟ نعم. شنو حافظة؟ سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. زين كوثر، هذا الحجاب الحلو من اللي علمك عليه؟ ابويا وامي. تقتدين بالزهراء عليها السلام؟ نعم. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شنو اسمك عمو؟ فاطمه الزهراء حسين محمد. فاطمه الزهراء، اليوم شنو شعورك وانت لابسه هذا الزي الحلو؟ شعوري اني هسه يعني قاعد اصلي ويا بالامام، هسه انا تكلفت ويعني انا هسه فرحانه كلش واتمنى تقبل صلاتي كلها ان شاء الله. ان شاء الله. زين شنو حافظه فد السوره بالقران؟ بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. زين انت من معلمك على الحجاب؟ امي ابوي. بمن تقتدين يعني الاقتداء بالزهراء عليها السلام؟ اقتدي بفاطمة الزهراء واقتدي بسيدة زينب عليها السلام وبالأئمة الأطهار عليهم السلام. السلام عليكم عمو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو اسمك عمو؟ فاطمة حسين صادق. فاطمة، اليوم شنو شعورك وانت لابسة هذا الزي الحجاب الحلو بسن التكليف صرتي؟ يوم أني فرحانة راح ألبس هذا الحجاب وراح أصلي صلي وصوم. إن شاء الله تصلين وتصومين وتتحجبين بحجاب حلو. إيه إن شاء الله. زين شنو حافظة بسورة قرآنية من القرآن؟ شنو حافظة في السورة بسيطة؟ الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخفى.
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. أحسنتي بارك الله بك. زين حافظة أصول الدين؟ تعرفين أصول الدين؟ توحيد العدل النبوة الإمامة المعاد. شنو تنصحين صديقاتي جسد بناتي اللي بقديك عن الحجاب؟ شنو تحبين تقولين؟ أحب أقولهم التزموا بالحجاب بالصوم بالصلاة بالزكاة بالخمس بالفطر. شكراً. اللهم كل وليك الأجتي ابن الأسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وآفضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة ورحمتك يا أرحم الراحمين. من ترتفع راية علي تنتكس كل الرايات بالمحشر الهيبة علي تسجد جميع الهامات ومرة صلوا النبي يا عاذرين ثلاث مرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. طبعا الحملة التثقيفية اللي بدأت بعد سقوط النظام وإحنا عدنا بالعتبة الحسينية أخذت مبادرتها العتبة المقدسة المشرفة بمبادرة كريمة من لدن سماحة الأمين العام العتبة الحسين المقدسة بهذا النشاط بتشجيع بناتنا العزيزات بأن يعني يعمل احتفال في المخيم الحسين المشرف سنوي برعاية سماحة الأمين العام بدعوة لجميع المكلفات في هذه المحافظة بالحضور مع ذويهم إلى المخيم الحسيني لتكريمهم وإعلامهم بما وإعلامهن بما يجب عليهن من واجبات بعد بلوغهن سن التكليف. فهذه المبادرة الكريمة حقيقة تضع البنت على الطريق على بداية الطريق لمعرفة ما يجب عليها من أداء من صلاة وصيام وما كلف أو كلفت به المؤمنة المسلمة. أنا فتاة مسلمة ومن بنات فاطمة سيدتي زهراء وزينب الحوراء أم البنين قدوتي بالجود والتضحية أخذت عن أئمتي وسادتي وقادتي بكل أمور ديني وكل ما يعنيني. أنا فتاة فاهمة ومن بنات فاطمة دوما أنا مواظبة على الفروع الواجبة أعتز باحتشامي كي أكسب احترامي عفيفة نظيفة مؤمنة لغي. أعزائنا المشاهدين قناة الإمام الحسين الفضائية وصلنا وإياكم إلى ختام مهرجان لهذا اليوم وإن شاء الله نلتقيكم في المهرجانات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.